أكلت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحاضر الرابع والثالث من في عمليتين متفرقتين من حجز 843 قرص مهلوس وتوقيف مروجها. العملية الأولى جاءت بناء على معلومة أمنية وردت إلى المصلحة تفيد أن أحد الأشخاص يقوم بترويج المخدرات بالجملة بإقليم الولاية عليه. وبعد عملية ترصد دامت الأيام تمكنت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضر الثالث من توقيفه متلبسا بالجريمة، وضبط بمسكنه 684 قرص مهلوس من أنواع مختلفة. التحقيقات بيّنت كذلك أنه كان بصدد بيعها لأحد مروجي التجزئة للأقراص المهلوسة، كما تم العثور بمسكنه على سلاح أبيض من الصنف السادس سيف ومنظار ليلي احترافي. في ذات السياق تمكنت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع من حجز 159 قرص مهلوس من نوع ترامادول وليريكا. العملية جاءت بناء على معلومة أمنية واردة إلى المصلحة تفيد أن المشتبه فيه البالغ من عمر 25 سنة يقوم بترويج الأقراص المهلوسة على مستوى الواجهة البحرية لمستغانم بحي سلاماندر.